السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. الأحداث الأخيرة في عدن أثارت الجدل حول مستقبل حضور الدولة في العاصمة المؤقتة، وأيضا مدى قدرتها على فرض هويتها الوطنية الجامعة في المحافظات المحررة في ظل الانقسام الحاصل بين قوى جنوبية معيقة للشرعية وأخرى مؤيدة لها. بدا ذلك الانقسام واضحا في ساحات الاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش حضور الدولة في المحافظات المحررة في محورين: مدى تأثير الانقسام الجنوبي على حضور الدولة في العاصمة المؤقتة، والثاني العلاقة المرتبكة بين التحالف والشرعية وتأثيرها على هدف استعادة الشرعية. إذن مشاهدينا، يبدو الانقسام أكثر وضوحا الآن بين فكرتي اليمن الاتحادي والتقسيم، وظهر ذلك في عدن يوم أمس التي شهدت ساحات ضد الشرعية تدعو بشكل علني للانفصال والتصعيد ضد الحكومة، وأخرى تؤيد الشرعية واليمن الاتحادي. وأتى هذا الانقسام بعد أحداث اعتداءات على مقرات حزب الإصلاح في عدن واعتراض موكب رئيس الوزراء بن دغر، وهو ما طرح تساؤلات مفتوحة عن مستقبل حضور الدولة خصوصا في ظل الأزمة المستمرة بين الشرعية والتحالف. نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. فتحت الأحداث الأخيرة في عدن التساؤلات حول حضور الدولة في العاصمة المؤقتة خصوصا في ظل عملية الانقسام التي تعاني منها المحافظة، حيث تعيش عدن وجود كيانات تعمل ضد حضور الدولة وتسعى لإفشال كل ما من شأنه تطبيع الحياة والوضع الأمني في المدينة. إن مسار قضية شعب الجنوب الوطنية التحررية لم هذا الانقسام ظهر جليا بعد دعوة المجلس الانتقالي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الجنوبيين للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر في ساحة مناهضة للشرعية ومقابل ساحة أخرى مؤيدة للحكومة، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع مدير الأمن شلال شائع الذي رفض الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة. يحمل الكثير من المراقبين التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية هذا الانقسام الذي يضع عراقيل جدية أمام الحكومة الشرعية لإنجاز مهامها، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به المجلس الانتقالي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الأوضاع دعت الكثير من الأحزاب والمراقبين إلى مطالبة التحالف العربي بضرورة وضع استراتيجية شاملة وواضحة لرسم علاقات متكافئة بين الشرعية ودول التحالف أساسها المصالح المشتركة واحترام استقلال قرارات الشرعية. إذن ينضم إلينا السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي من الأردن. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير سيد عبد الناصر، يعني لعلك تابعت الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، كيف يمكن وصف حضور الدولة في المناطق المحررة سلبا وإيجابا؟ يعني كما ذكر في التقرير هناك خلل واضح جدا في إدارة العملية بشكل عام. منذ البداية كان يفترض أن يكون هناك تنسيق واضح بين دول التحالف وبين السلطة الشرعية، كان يفترض أن يكون هناك لجنة مشتركة تدير العملية المشتركة، إضافة إلى ذلك كان يفترض أن تكون الحكومة اليمنية هي الطرف الوحيد المسؤول عن إدارة الشأن العام داخل أراضي اليمن، لكن وكما هو معروف بأن حتى الرئيس هادي منذ البداية قال أنه لم يعلم بعاصفة الحزم إلا من الأخبار، وهذا يشير إلى أن هناك إضعاف من قبل التحالف وعدم شعور بالأهمية الذاتية من قبل الرئيس هادي وفريقه، الأمر الذي استضعفهم وأضعفوا أنفسهم أمام دول التحالف، وأصبحت دول التحالف بشكل أو بآخر هي من تدير الشأن العام بما فيه ذلك أدق تفاصيل العملية. سيد عبد الناصر، هنا يعني أنت تنظر أنهم هم من أضعفوا أنفسهم أمام التحالف أم أن هناك توجه من قبل التحالف لإضعافهم لغرض ما؟ لا هم أضعفوا أنفسهم، هم لو كانوا طرف يحترم نفسه ما كان ترك لدول التحالف بأن
تتصرف منذ اليوم الأول بكل شيء دون علمه ودون إرادته. نعم. لأنه لا تستطيع دول التحالف من الناحية الشرعية والقانونية أن تتحرك في اليمن أو أن تستمر في العملية إذا كان هناك رفض من قبل الرئيس هادي، وهو أنه يهدد لو أراد أن يهدد بأنه سيسحب التفويض الشرعي إن لم يكن هو الطرف الذي يدير العملية السياسية الإدارية العسكرية في الشأن اليمني. نعم. لأنه من الناحية النظرية على الأقل هؤلاء أتوا لدعم الشرعية ويستمدوا شرعيتهم ووجودهم من خلال هذه الشرعية، ولكن كما نعرف الشرعية يمكن آخر طرف يفكر بمصلحة البلد لسوء الحظ في هذه الظروف، أن احنا بولينا بشرعية آخر ما تفكر فيه هو مصلحة البلد، وأهمها الرئيسي هو أن تستمر تستفيد من السلطة، تستفيد من حتى لو كانت هذه السلطة عبارة عن أمتار قليلة في دولة خارج اليمن. نعم. سيد عبد الناصر، ولهذا هم أضعفوا أنفسهم. نعم. وهم يتحملوا المسؤولية المباشرة على. نعم. كل ما يحدث، لأنهم ارتضوا لأنفسهم ولا زالوا ارتضوا لأنفسهم بأن يكونوا شرعية، بأن يكونوا واجهة لا تملك سلطة القرار، وإلا لو قرروا أن يستعيدوا القرار بإمكانهم على الأقل من الناحية النظرية لو أرادوا، ولكن طبعا هذه الإرادة تتطلب شجاعة وتتطلب مغامرة وتتطلب روح وطنية عالية، ولكن آخر ما نتوقعه أن يكون لهذه السلطة الشرعية روح وطنية عالية وأن يكون لديها رغبة بأن. نعم. تواجه وبأن تصارع من أجل الوطن. نعم. سيد عبد الناصر تكرم بالبقاء معي، دعنا نشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام أيضا من الأردن. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. أحداث إذن متتالية كلها تؤكد وجود تمرد واضح على الشرعية، لماذا تصمت الشرعية على ما يضعف هيبتها؟ هو طبعا هذا الأمر ليس بالجديد، يعني التمرد الذي حصل في المطار هو كانت بداية الشرر للتمرد على الشرعية، وكذلك الخروج عن الأجندة التي كانت مرسومة للتحالف العربي للأسف الشديد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت أولا تمرد المطار وقامت بقصف قوات الحماية الرئاسية، وبعد ذلك قامت بدعم ما يسمى بالمجلس الانفصالي الذي جاء يعني بشكل واضح وأعلن بشكل واضح أنه. لكن ما زال هذا الأمر يكبر ويتوسع أكثر سيد مختار، يعني كنا نتوقع أن يكون هناك تحرك من قبل الشرعية مع التحالف العربي لحلحلة ما يمكن حلحلته. هو للأسف الشديد أنه الأجندة كانت يبدو أنها كانت واضحة لدولة الإمارات، وهي أن تكون لديها أجندة غير الأجندة التي تم الإعلان عنها من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. الشرعية تتعامل بإيجابية مع التحالف العربي، وتتعامل أيضا بإيجابية مع جميع الدول المشاركة في التحالف العربي، وتتعامل بدبلوماسية ولا تريد أن تحدث شرخا في إطار التحالف العربي، ولا تريد أيضا أن تتعامل بشيء يضر التحالف العربي، خصوصا أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أن يبقى التحالف العربي متماسك. بالتالي الصمت، إذا استمر الصمت أنا أعتقد أن الأزمة ستكبر وأن التجاوزات ستتعاظم، يعني سيحرصون على عدم تفكك التحالف العربي أمام تفكك البلد بأكمله. هو كما قلت لك أنه حينما كان هناك مراعاة لهذه النقطة لم يكن أيضا هناك مراعاة لنقطة أن البلد تذهب للتقسيم، وأنا هنا أتساءل كيف لدولة اتحادية كدولة الإمارات العربية المتحدة التي هي دولة اتحادية مكونة من 7 إمارات أن تريد أن تقسم اليمن ولا تريد أن يتم إنجاح اليمن الاتحادي الذي من المفترض أنه يتم الاستفادة من تجربة الإمارات بكونها دولة اتحادية، ولكن للأسف الشديد
نتفاجأ أن دولة الإمارات تريد أن تقسم اليمن وأن تقسم اليمن وأن تشطر اليمن وتعيد التاريخ إلى الوراء، مع أن مشكلة الجنوب والشمال قد تم حلها في إطار الحوار الوطني وتم الاتفاق على شكل الدولة الاتحادية. بالتالي الصمت، حينما تم الصمت تم استهداف أولا رمز الدولة الأول وهو فخامة رئيس الجمهورية، استهدفته استهداف مباشر من قبل وزير الشؤون الخارجية قرقاش، تم استهدافه من قبل قيادة عسكرية، تم استهدافه من السفير الإماراتي في اليمن، تم استهدافه بشكل مباشر من قبل الإعلام الإماراتي ولم يكن هناك رد مباشر وقوي من قبل الحكومة اليمنية. تم استهداف الدكتور بن دغر وتم استهداف القيادة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، وتم منع أيضا مهران القباطي من الدخول إلى مدينة عدن، وأخيرا كما حدث في اليومين الماضيين تم استهداف حزب التجمع اليمني الإصلاح وهو من أكبر الأحزاب السياسية المشاركة في الحياة السياسية في اليمن، وأيضا له موقف واضح من دعم عمليات عاصفة الحزب. لكن نتفاجأ أن محاولة إضعاف العمل السياسي والأحزاب السياسية في اليمن هو الغرض منه هو النيل من الحكومة والنيل من التعددية السياسية في اليمن. وبالتالي أنا أقول أنه كثير من المسؤولين، وأن حتى الحكومة لم ترد أن تدخل في إشكالية مباشرة مع التحالف ومع الإمارات العربية المتحدة، وما زلنا حتى هذه اللحظة نعول على دور المملكة العربية السعودية أن توقف هذه الأعمال التي تقوم بها الإمارات والتي تضر باليمن وتضر بالمنطقة العربية وتضر أيضا بالأمن القومي للمملكة وكذلك لدول الخليج، كون أي إشكالية أمنية تحدث في اليمن هي تنعكس بشكل مباشر وبشكل يعني بشكل مباشر على المملكة العربية السعودية وعلى جميع دول الخليج كونهم دول أشقاء وجوار لليمن. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار. أعود لضيفي الآخر سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، هناك حضور للدولة في محافظة مأرب، وأيضا هناك أيضا حفاظ على وجودها في تعز، ولكن هناك فشل أيضا لحضور الدولة في العاصمة المؤقتة عدن. لماذا هذا الفشل؟ يعني منذ البداية لم تصبح عاصمة مؤقتة ولا حتى مدينة يمنية، لأنه عدن يرفع فيها العلم الانفصالي منذ أول يوم، وهناك حديث عن مقاومة جنوبية، وبالتالي وكأن الحرب أقيمت من أجل تقوية الجنوب وليس من أجل إعادة الشرعية كما هو في الظاهر. لهذا عدن منذ البداية لم تكن حاضرة في كمدينة تتبع الجمهورية اليمنية، لأنه عندما نقول مدينة تتبع الجمهورية اليمنية وليس حتى عاصمة مؤقتة، معنى ذلك أن تكون السلطات في داخل هذه المدينة تتبع الهيكل الرسمي للدولة، رئيس الدولة ورئاسة الوزراء والوزراء. لكن ما دام هذه المدينة لا تتبع حولها ووجودهم فيها هو وجود أشبه بوجود الضيوف ووجود خجول، حتى يعني محاولات رئيس الوزراء بن دغر التحرك هنا وهناك يتم بالتنسيق مع من يسيطر على الأرض، وكما أنهم هؤلاء أحيانا يمنعوا كما حدث أو أحيانا يضايقوا كما حدث قبل أيام عندما أراد أن يتحرك إلى رأس العارة، وكما حدث أمس عندما ضايقوا موكبه بإطلاق رصاص، وغيرها من التصرفات التي تشير ان من يحكم الارض ليست الجمهوريه اليمنيه وليست مؤسسات الجمهوريه اليمنيه. وبالتالي هذه مؤسسات من الناحيه القانونيه هي مؤسسات متمرده، مؤسسات لا تمت للشرعيه بصله. وبالتالي لو كان هناك سلطه حقيقيه، سلطه تحترم نفسها، انا اعيد الكره الى خانه هذه السلطه. هذه السلطه كما نعرف هي لم تكرم نفسها، ومن لم يكرم نفسه كره ان يهان. هذه السلطه بسبب فسادها، بسبب سوء ادارتها، تتعامل معها دول التحالف باحتقار وتتعامل معها باهمال. والا لو كانت هذه السلطه محترمه، وكانت هذه السلطه تحترم نفسها، ولو كانت هذه السلطه تحمل ذره من الوطنيه، لما سمحت لهذا الخرق، ولما سمحت لهذا العبث ان يتم تحت سمعها وبصرها. وهي اخر الطرف الذي يحتج او يتحدث. عندما
تم قبل أيام الدخول إلى مقرات حزب الإصلاح، وهو حزب مشارك في السلطة بغض النظر عن موقفنا من هذا الحزب أو لا، حزب مشارك في السلطة وحزب شرعي يتم اقتحام مقراته. لم تصدر عن هذه السلطة ولا تصريح واحد يدين هذا العمل. عندما أيضا رئيس الوزراء يتعرض موكبه لإطلاق نار، لم نسمع من هذه حتى من هذه السلطة إدانات وإشارة واضحة إلى من هو المسؤول عن مثل هذه الأعمال. هذا كله يشير إلى أن هذه السلطة هي أضعفت نفسها، هي أفقدت نفسها القيمة، وأفقدت نفسها القيمة ليس بسبب ضعف ولكن بسبب الفساد، بسبب سوء إدارتها. وإلا لو كان لديها ذرة من الوطنية، لو كانت هذه تتمتع بمصداقية وتشعر بأن الشعب وراها وبأنها حكومة فاعلة أو أن لديها شرعية حقيقية، وأنا أقصد بالشرعية الحقيقية هو القبول وليس الشرعية القانونية. الشرعية أنه أجريت في يوم ما انتخابات أيضا لم تكن انتخابات حقيقية. الشرعية الحقيقية هو أن يكون لك حضور، أن يكون لك قبول، أن يكون الناس تثق فيك. لكن الآن لا أحد يعول على هذه السلطة، لا أحد يثق. أنا أتكلم عن الشعب اليمني، لا يثقون في هذه السلطة، وبالتالي عندما لا يحترمونها أيضا الآخرون لا يحترمونها، وعندما يقلل الآخرون احترامهم لها تفقد هذه السلطة قيمتها وأهميتها. عندما يكون رئيس الجمهورية يمنع من أن يتحرك هنا أو هناك في داخل بلده، هذا الرئيس يصبح لا قيمة له أمام شعبه وأمام العالم الخارجي. نعم. لهذا السبب ترجع المشكلة الأصلية إلى هذه الشرعية، إلى هذه السلطة. هذه السلطة هي السبب الرئيسي. لا يمكن أن نحمل الآخرون مسؤولية فشلها ولا مسؤولية. صحيح الآخرون يتحملوا جزء من المسؤولية، ولكن المسؤولية المباشرة الرئيسية هي مسؤولية هذه السلطة الضعيفة الفاشلة الفاسدة. نعم سيد عبد الناصر، هنا سؤال أيضا. هناك انقسام في شارع الجنوبي، انقسام جنوبي جنوبي حول هوية الدولة. في تقديرك ما هي المسببات؟ يا أخي، حالة هوية الدولة، حالة الاهتراء، حالة الهجوم المباشر منذ 6 سنوات، منذ أن وصل هادي إلى السلطة، وهناك استهداف للجمهورية اليمنية، استهداف لوحدة اليمن تحت اسم الأقاليم وتحت اسم الانفصال وتحت اسم كل هذه المسميات. هي غرضها تفكيك الدولة اليمنية، الدولة اليمنية والجمهورية اليمنية. هناك رغبة بتفكيكها، هناك رغبة بالانتقام منها منذ 94، والحزب الاشتراكي كل خططه وكل أفكاره وكل ما يريده هو تفكيك هذه الدولة، والكثير من الانفصاليين الذين هم في داخل الدولة والذي تولوا أمر اليمن لم يكونوا مؤمنين بالجمهورية اليمنية، لم يكونوا مؤمنين بهذه الدولة، أرادوا أن يفككوها تحت صياغ الأقلمة وغيرها. وبالتالي عندما لا تجد من هو مسؤول عن هذه الدولة يحترم هذه الدولة، كيف ستنتظر من أصحاب المشاريع الانفصالية رغبة بأن يتطاولوا على هذه الدولة، بأن يتجاوزوا سلطات هذه الدولة؟ هو أيضا لو كان هناك بناء صحيح لهذه الدولة سيد عبد الناصر، أعتقد كان لن يحدث التطاول من أي جهة. لكن إذا كان البناء أصلا يعني هش، فهذا يجعلها عرضة للجميع في أن يعني هناك من يسبها، هناك من يعمل على زعزعتها، هذا شيء طبيعي. أكيد أكيد، يعني هذه الدولة تعاني من مشاكل كثيرة، وزادت هشاشتها عندما تولى مسؤوليتها الأشخاص لا يؤمنون بها ولديهم رغبة بتفكيكها، وفاسدون وعديمي الحيلة وعديمي الكفاءة. لو كان لديهم أي كفاءة، لو كان لديهم كفاءة لما وصلنا إليه، لما سلمت عاصمة الدولة للحوثيين، لما فشلت هذه السلطة في الدفاع عن نفسها داخل عاصمتها صنعاء. ولهذا نحن الآن نجني حصاد هذه السلطة المهترئة، هذه السلطة التي فككتنا ودمرتنا وجعلتنا هكذا مشردين في بقاع العالم، وستجعلنا ما دامت موجودة هذه السلطة لا نتوقع أي خير للدولة اليمنية ما دامت. نعم. هذه السلطة باقية. نعم، ابقى معي سيد عبد الناصر، أذهب لأنقل وجهة نظرك لسيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. سيد مختار، ضيفي الآخر سيد عبد الناصر المودع يقول أن يعني شرعية هزيلة لا يوجد لها أي تأثير، وضعها حرج في معظم المحافظات التي باتت محررة أصلا، ما الداعي لبقائها في هذه الصورة؟
طيب وما هو الحل؟ يعني انا سمعت وجهه نظر الاستاذ عبد الناصر وكانت كلها اتهامات و يعني النيل من الحكومه، يعني من المتابع للقضيه اليمنيه والازمه اليمنيه يعرف ان المؤامره كانت اكبر من السلطه واكبر حتى من انتخابات الرئيس واكبر من الحكومه، يعني مؤامره ادخال الحوثيين و دعمهم، هناك اطراف اقليميه دعمت الحوثيين بمليارات من اجل النيل ومن اجل القضاء على محسن الاحمر ومن اجل القضاء على ما يسمى بالاخوان المسلمين، وفي الاخير اتضحت انها كلها بالونات، وكما هم اليوم يحاربون الاخوان المسلمين في مدينه عدن تحت غطاء الاخوان المسلمين ويدفعوا مليارات لاطراف ميليشياويه وتحت عناوين، وحتى وان كانت حكوميه ولكن نحن نعرف حقيقه ما الذي يحدث وما الذي حدث في السابق، ولعل الايام القادمه تجعل من الجميع يتحدث بكل شفافيه، وذلك نظرا لحساسيه المرحله التي نعيشها وحساسيه المرحله التي تمر بها اليمن. وانا لا اعتقد ان تحميل الازمه وتحميل كل بلاوي اليمن وكل ما حصل من اليمن للسلطه ولرئيس الجمهوريه انه عادلا، الجميع شارك، النخب السياسيه شاركت، الاحزاب السياسيه شاركت، الجميع شارك في نكبه اليمن ووصول الحال الى هذا الى هذه المرحله. اما بالنسبه ما يحصل في مدينه عدن وفي المناطق الاخرى نحن نعرف والجميع يعرف والسلطه ايضا تعرف ان هناك ازمه حقيقيه في مدينه عدن، هناك تمرد واضح، هناك منع للشرعيه من ان تعود، هناك محاوله لاضعاف الشرعيه، هناك محاوله للنيل من الحكومه، هناك محاوله لاظهار الحكومه انها حكومه مهترئه، حكومه ضعيفه، حكومه خانعه لا تستطيع ان تتحرك، لكن الجميع يعرف من هي الدوله التي تقف وراء هذا، والجميع يعرف ايضا من الذي يدعم ميليشيات مسلحه خارج اطار الدوله بما يسمى بالحزام. لكن يا سيد مختار هذا الامر، والنخبه الحضرميه هذا الامر سيد مختار خارج اطار الدوله لم تستطع ان تواجه، لانه كان هناك لدينا الويات حمايه رئاسيه والويه غير خاضعه لهذه الامارات العربيه المتحده. تم قصفها، تم النيل منها، تم اشتراط ان يتم التهدئه مقابل اخراج كل القيادات بما فيهم نجل رئيس الجمهوريه ناصر عبد الرب منصور هادي قائد الحمايه الرئاسيه، وتم الاشتراط على الجميع انه لا يعود الى مدينه عدن، بالتالي هذه الاوراق لابد ان جميل جميل كل ما ذكرته سيد كل ما ذكرته سيد مختار، يعني هناك اكثر من مره منع لرئيس الجمهوريه من العوده، ثاني شيء يعني قائد قوات الحمايه الرئاسيه تم اعتقاله ومنعه من دخول، يعني واقع خارج سيطره الحكومه تماما. ما سبب هذا الصمت على هذه الدوله التي ذكرتها انت بالتحديد ان هذه الدوله تعمل ضد الشرعيه؟ المساله ليست قائمه لاسبوع او لاسبوعين، اليوم اكثر من عام على هذا الواقع الجديد، الحكومه لا يوجد اي تحرك، لا يوجد اي حلول، لا يوجد حتى موقف رادع تجاه هذه الدوله التي تتحدث عنها. ما الذي يمكن ان تواجهه؟ هل تريد من الحكومه ان تواجه الامارات؟ هل تريد من الحكومه ان تواجه ان تدخل في معركه ونحن لدينا ما تزال لدينا معركه وطنيه وهي بناء جيش وطني قوي؟ الجيش الوطني صار موجود وصار قويا سيد مختار، وضيفي ايضا السيد عبد الناصر المودع تحدث في المناطق الجنوبيه ولا يوجد ما يوجد في المناطق الجنوبيه هي معسكرات تابعه للحزام الامني ويوجد بالآلاف موجودين في مدينة عدن وليس خاضع لسلطة الدولة. نعم. إذا كان هنا بس نقطة سيد مختار أيضا على الحماية الرئاسية. نعم سيد مختار هنا نقطة، يعني ضيفي أيضا عبد الناصر المودع تحدث أنه المفتاح بيد الشرعية، هي من بيدها إيقاف أي عبث في التحالف العربي كونها هي من يعني هي الغطاء الشرعي لوجود التحالف في اليمن. نحن أخي العزيز نحن شركاء مع التحالف العربي وفي مقدمتهم في المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يتم لكن هناك شراكة يعني وهناك تدمير للبلد في الجانب الآخر. إلى موضوع نعم أنت تلمح إلى موضوع إعفاء الإمارات من التحالف العربي، أليس كذلك؟ ليس بالضبط، ولكن هناك حلول كثيرة من ضمنها هذا. نعم لكن قلت لك نحن شركاء مع التحالف العربي، والتحالف العربي أعلن عن أهداف، نحن ما نزل حتى هذه اللحظة نطالب بأن لا تخرج أهداف التحالف العربي على ما تم إعلانه وهي دعم الشرعية وإعادة الشرعية وإقامة المشروع الوطني. والشرعية تنهار أمام مرأة التحالف العربي، الشرعية تنهار ووضعها حرج وأنت تعرف وكلنا نعرف. نعم هو هناك إشكالية، أنا كنت ضيفكم قبل يومين وتحدثت بكل صراحة أنه على الحكومة الشرعية أن تجلس جلسة حوار بكل شفافية مع الأشقاء في مجلس التعاون الخارجي وفي التحالف العربي، وأن يتم حل كافة الإشكاليات وأن لا يخرج من هذا الاجتماع إلا
بمطفوفة من الحلول لكل الإشكاليات في المناطق الشمالية وفي المسألة السياسية في الجانب الاقتصادي في الجانب العسكري في المسألة الإنسانية في الجانب الإغاثي. لابد أن يتم المكاشفة والمصارحة. إذا لم يتم الحوار الشفاف والصريح مع التحالف العربي أعتقد أن الأزمة ستتضاعف والضريبة ستتضاعف، ليس علينا فقط ولكن على الأشقاء في التحالف العربي الذي لا نتمنى أن يتزعزع التحالف العربي وأن لا يتفكفك، ولكن أيضا نحن كيمنيين لا يمكن أن نتنازل عن الأهداف المرسومة لعاصفة الحزم وهي إعادة الشرعية، ولا يمكن أن نتنازل عن أو يتم السماح بالنيل من رئيس الجمهورية أو من الشرعية كونهم هم الممثل ل 26 مليون يمني وهم المعترف بهم. أي نيل من رئيس الجمهورية أو من الحكومة الشرعية هو نيل من التحالف العربي ومن شرعية التحالف العربي ومن شرعية حتى الضربات الجوية والضربات العسكرية للتحالف العربي. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الأردن. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني على ما هو عليه واقع الشرعية وأيضا هذا الضعف وهذه النقاط وهذه الانتقادات الكثيرة من جميع الأطراف لدور الشرعية، هل نتوقع أن يكون هناك تصحيح لوضعها خلال القريب العاجل وأيضا لملمة وضعها الحرج التي هي عليه الآن؟ يا أخي، لا يمكن أن نتوقع بعد هذه التجارب المريرة من هذه الشرعية أنها يوما ما ستصحو الصباح وتغير من أسلوبها وتتحول إلى شكل ثاني. هذه الشرعية ميؤوس منها، وبالتالي الحل مثل ما هو ذكر الأخ مختار، هو كان سألك فعلا، سأنقل لك ما قال، هو يطلب منك الحل. الحل أن هذه السلطة ترحل، أن هذه السلطة تحترم نفسها وتقدم استقالتها ما دام أنها باسمها ترتكب تقسم اليمن ويعبث في اليمن باسمها. هذه ليست سلطة شرعية. ما معنى كلمة شرعية؟ وإن رحلت ماذا بعد ذلك سيد عبد الناصر؟ ترحل لتأتي غيرها. ما يعني علي عبد ربه منصور أتى باتفاق، لما يأتي بانتخاب من بيقول أنه أتى بانتخاب؟ أتى باتفاق تشمع المشكلة هنا. أنت تقصد سيد عبد الناصر في الحكومة وليس في رئيس الدولة. لا، رئيس الجمهورية. والمشكلة الأصلية أنه عبد ربه هذه أجاب اتفاق يخرج باتفاق، تجتمع القوى المؤيدة للتحالف المؤيدة وتختار رئيس آخر أو مجلس سياسي آخر أو مجلس عسكري يتولى إدارة الدولة، لأنه هذا ثبت بالدليل القاطع فشلهم الذريع، فشلهم في جميع المستويات منذ أن كانوا في صرعة ومنذ الآن وهم في الرياض وفي غير الرياض. وبالتالي هذا الحل، لأنه الآن إحنا عندنا مشكلة كبيرة. عندنا الآن بالطرف الانقلابي والأطراف الانفصالية وغيرها هذا يمثل جزء، والطرف الثاني الذي هو الشرعية، هذا الفريق الشرعية الذي هو يفترض أنه يلعب باسم الشعب اليمني واعتراف العالم الخارجي لا يقوم بدوره بالشكل الصحيح، وبالتالي مشكلتنا معه ليست مشكلتنا مع الأطراف الثانية. هذه الأطراف الثانية الحوثي وغير الحوثي والقاعدة والانفصاليين وغيرهم، هؤلاء وجدوا فراغ في سلطة، وجدوا في سلطة مهترئة تغولوا فيها وتمددوا في هذا الفراغ. وبالتالي مشكلتنا في هذه السلطة، عندما تقوى هذه السلطة ستسحب البساط من تحت الأقدام مع هذه القوى، أو على الأقل ستضعفها وستستطيع أن تحتويها سياسيا عسكريا وغيره. أما بهذه السلطة الضعيفة الركيكة الذي لا أمل في صلاحها، أنا أقول لا أمل في صلاحها، يعني الذي يؤمل على صلاح هذه الحكومة هو يوهم نفسه ويغالط نفسه. هذه السلطة لا فائدة في أن تصلح نفسها، لأنها قد أعطيت الفرص الكثيرة وأثبتت بالدليل القاطع بأنها عندها قصور ذاتي، عندها مشكلة ذاتية لا يمكن لها أن تصلح. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر عبد الناصر المودع محلل سياسي، كنت معنا من الأردن. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي الآخر سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كان معنا أيضا من الأردن. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.